السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء، كنجدد بكم ترحاب في فيديو جديد في إطار تحضيرات رمضان. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الصفوف والسلو بمقادير اقتصادية. أول حاجة هو عندنا كيلو ديال الدقيق، كنحمروه في الفران أو لا في المقلاة، كل واحد على حسب الطريقة ديالو كيفاش كيحمروا. غير هو وكان ما تحمروه شي بزاف على حسب الكولور اللي بغيتو يجيكم به الصفوف. الا حمرتوه بزاف غيجي لكم صفوف غامق، الا خليتوه ذهبي بحال هذا كيجي اللون ديالو قهوي. ثاني حاجه كنحتاجو الزنجلان، عندي 4 كيلو حمرته مزيان. المهم كتحمروه ومن بعد كطحنوه مزيان حتى كيطلق الزيت ديالو كيجي معلق. الزنجلة اللي كنستعمل هو هذا ديال بيو، هو اللي كاين عندنا هنايا، كنشري هذا الساشي هذا فيه 250 غرام، هو اللي استعملت. في المغرب كتعرف كيتباع بالكيلو، كيكون زنجلة بلدي، هذا انا اختاريت هذا بيو، حتى هو المذاق ديالو كيجي مزيون في المعسلات اللي كنستعمل. ثاني حاجه في المقادير عندنا 4 كيلو د اللوز، كيف ما كتعرفوا كتطيبوا الماء وتعملوه فيه شويه باش كيغلى فيه واحد شويه وتحيدوا له الجلده ديالو، تخليوه ينشف ومن بعد كتقليوه غير شويه كيتحمر في الزيت تكون بارده، يعني من تنزلوه في المقله تكون المقله بارده على هذا الشكل. هذا كياخذ معنا هذا اللون كراميليزي، اللون مذهب. من بعد كطحنوه مزيان حتى كيطلق الزيت ديالو كيجي بحال لاباط. الثالث اللي استعملته هو الكاوكاو ولا الفول السوداني، حتى هو بنفس الطريقه كنقليوه على نار مهيله. المهم حتى كياخذ هذا اللون هذا اللي كتشوفوا. وهاد العناصر كاملين كنستعملوهم مع هاد المقادير هادو اللي كتبان امامكم. المهم عندنا زلافة، كيجي زلافة ديال الزنجلان محمر ومطحون، اللوز مقلي ومطحون، كاوكاو مقلي ومطحون. كنخليو شوية د اللوز وشوية د الزنجلان باش نزينو به في الآخر. عندي جوج معالق كبارين ديال النافع وحبة حلاوة مطحونين، محمرين ومطحونين. عندي هنايا 110 غرام ديال سكر كلاصي باش نحليو به، اللي ما بغاش كيحلي بالعسل. عندي تقريبا ذلك 100 مليلتر مخلطه ما بين الزيت النباتي والزيت الزيتون غير باش نفزقوا به السلو. الزيت على حسب واش بغيتو يجيكم ناشف ولا يجيكم فازك كتزيدوا له، المهم هو كيتفزك بالزيت وبالعسل. هنايا كذلك عندي معلقه كبيره ديال القرفه، عندي مسكة حرة طحنتها مع شوية ديال السكر كلاصي، والجوزة محكوكة، نص جوزة محكوكة. أول حاجة كيف ما كتشوفوا كنعاودو نغربلو الطحين، واخا عندنا مغربل من قبل ومحمر كنعاودو نغربلوه باش ما كيبقاش مكور. المهم كنضيف النواشف تدريجيا، ضفت حبة حلاوة والزنجلان، كنضيفو كذلك نص جوزة محكوكة طحونة مزيان ومعلقة ديال القرفة كبيرة. أنا القرفة كنطحنها في الدار، المهم هي ود العناصر كاملين كنطحنهم على يدي.
هذه شويه ديال المسكه الحره، كنطحنوها مع شويه ديال السكر كلاصي غير باش كدوز في الماكينه على هذا الشكل هذا. المهم كلشي اللي كنضيفوه كنغربلوه، كنعاودو نغربلوه. وكنحركوا النواشف كاملين، كندخلوهم ونمزجوهم مع بعض مزيان على هاد الشكل هذا بهاد الطريقه هادي. هنا كنضيفو زنجلان، كنحركوه مزيان، كندخلوه مع الطحين والمقادير اللي سبقنا ضفنا. المهم كنضيفو العناصر كاملين بالتدريج، وكنحاولو ندخلوهم مزيان ونمزجوهم مع بعضهم باش ما كيبقاش الطحين في جهه والعنصر اللي كنضيفوه في جهه. دابا هادي لاباط ديال اللوز مقلي، حتى هي كنضيفوها بنفس الطريقه، نحاولوا نمزجوها بشويه بشويه مع باقي العناصر. المهم كيف ما كتشوفوا كندوز مع يدي العناصر، غنزيد دابا كاوكاو اللي مقلي حتى هو، كنحاولوا ندخلوه حتى هو مع العناصر، كنمزجوهم مع بعضياتهم مزيان. المهم بهذه الطريقه كنبقاو ندلكوه ونضغطوا عليه، نحاولوا نبسوا الخليط ويتخلط مع بعضه مزيان لواحد المده تقريبا ديال 5 دقائق غير باش ما كيبقى لا شي طحين مفروز على العناصر اللي زدنا عليه كيف ما كتشوفوا، وكياخذ معنا هذاك اللون الذهبي. انا بدلت الاناء اللي كان عندي في اناء غارق باش نقدر نتحكم فيه وما يبقاش يدعي لي من الجناب. كنزيد نحركه مزيان، نضغط عليه باش كيطلقوا لي ديك العناصر الزيت ديالو. هنايا غادي نزيد عليه 110 غرام ديال السكر كلاصي باش نحليه. المهم الحلاوه نتوما على حسب الذوق كتبقى، كاين اللي كيبغي يحليه بالعسل وكاين اللي كيحليه غير بالسكر كلاصي. المهم الا حليتوه غير بالسكر كلاصي استعملوا 120 غرام ديال السكر كلاصي كافيا باش تحلي لكم كيلو ديال الدقيق مع هاد العناصر اللي قلت لكم. المهم كنحاولوا ندخلوا ديك السكر مزيان مع العناصر اللي في الاناء، كنزيد هذيك 50 غرام تقريبا ديال الزنجلان كان عندي محمر باش كيبقى تحسوا به ملي كتاكلوه كتحسوا بالزنجلان فيه.
حبيبات هيدا كيطرطق في الفرن. المهم حتى هو كنخلطوه مزيان، وحنايا كنستمروا بالدليك باش كيزيد يطلق الزيت ديالو. هنايا كنضيف الزيت باش كنفزقو. كما كتشوفوا هو كيبدا يجتمع معنا. المهم هنايا كنضيفوا الزيت، انا عندي الزيت مخلطه، نص ديال زيت زيتون ونص ديال زيت نباتي. كاين اللي كيستعمل غير زيت نباتي عادي يفزك بها الصفوف، انا كيعجبوني نعملو مخلطين. وما كتكونش هادي قاطعه، ما كتجيش الريحه ديالها باينه، غير صحيه بعدا باش ما تستعملوش الزيت غير نباتي. كما كتشوفوا هو كيتجمع معنا، ما كيعجبني يبقى بهذا المستوى هذا، يعني كيجي مرمل وفي نفس الوقت مجموع. الا بغيتي تجمعو كيتجمع معك. هنايا قيستو من الحلاوه ديالو، جاني حلو مناسب، زدت له غير معلقه ديال العسل، العسل حره، هادي زدتها له باش كتعطيه داك اللون، كيجي اللون ديالو غامق شويه. واللي ما بغاش يحلي بالسكر حلي وغرب العسل حتى هي باش كتزيد تعطيه واحد اللون مغلق. وكنستمروا بنفس الطريقه، كندخلوا هذاك العسل مع سلو مزيان، كندخلوها فيه مزيان، حنا كنديكو نخلطو. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، بالنسبه لي انا الاسره ديالي صغيره، على داكشي عملت هاد المقادير هادو، وتبارك الله كافيه، خرجوا لي 2 كيلو تبارك الله. بالنسبه للي عنده العائلات كبارين ضعفوا غير المقادير كيجي لكم ما شاء الله. وكيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها في الاخر، تبارك الله كيجي اللون ديالو معتبر، والمذاق ان شاء الله الا جربتوه يا سلام. كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش دائما من الجيم، وتشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. وكنقدم تحيه لجميع المشاهدين اللي كيشاهدوني من جميع انحاء العالم. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه ورمضان كريم، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وبطول العمر وبكل ما تتمنوا. والسلام عليكم ورحمه الله، وشكرا على المتابعه.